اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان وين ما كنتوا عبر صباحات السودانية. وصلنا معكم لفقرة لمن يهمه الامر والحديث حول دور الفن التشكيلي في محل القضايا المجتمعية المختلفة. سعيد جدا بترحيب بضيفي هذا الصباح الاستاذ اليسع محمد. مرحبا بك. بداية لما نتكلم عن الفنون التشكيلية بيكون الحديث حول المجموعات التشكيلية المختلفة جدا، وانت رئيس مجموعة جالارينا للفنون. بداية كده عرفنا على مجموعة جالارينا للفنون. مجموعة جالارينا هي مجموعة شبابية تحتوي كل الشباب السوداني من هواة إلى محترفين، بتحاول توفر لهم مساحات ليمارسوا فنهم، ومن خلال المساحات دي نحاول نطرح قضايا اجتماعية تخدم المجتمع. طيب أبرز الأشياء أنتم ناقشتوها لحد الآن وخدمتوا من خلال المجتمع شنو؟ كان أولها هي القضية، كانت قضية الهوية السودانية. طرحنا القضية عبر التشكيل، عبر اللوحات التشكيلية وعبر الدراما وعبر التمثيل والشعر، فكانت دي أهم القضايا اللي طرحتها المجموعة. التفاعل معها كيف كان؟ والله نعتقد أنه التفاعل ممتاز، نعتقد أنه التفاعل جيد وممتاز. كيف عرفت أنه التفاعل ده ممتاز وفي الناس لقت من خلاله يعني أوت كويس للموضوع؟ من خلال نظرة الجمهور إلى المعرض، من خلال نظرة الجمهور للوحة، التفاكر فيها، التفاكر حول الدراما، التفاكر حول الشعر اللي طرح. من خلال الحاجات دي يعني لاحظت إنه في تقبل للقضية، يعني نظرة الناس شوية تغيرت للهوية السودانية إن كانت. طيب كويس، نحن هنواصل معك الحوار لكن عندنا تقرير، نشاهد التقرير من ثم عبد الشديد. اهلا بكم من جديد في كل مكان مشاهدي صباحات السودانية، والحديث حول دور الفنون التشكيلية في مساهمة في القضايا المجتمعية المختلفة. مرحبا بك اليسع من جديد. مرحبا. ويمكن شفنا في التقرير قبل شوية الحديث كان حول فنون مختلفة ممكن تسهم برضو في حل حالة أو حل حالة قضايا مجتمعية مختلفة جدا. كذا كلمنا عن المعرض اللي كان قبل شوية ده. دام معرض الرسام السوداني النسخة الثانية، هي فعالية سنوية فعلا. حاولت المجموعة أن تكون أو تحاول تثبتها يعني على مدار السنين القادمة، هي فعالية من خلال نحاول نطرح قضايا اجتماعية كما ذكرنا سابقا بصورة مختلفة بصورة جديدة في كل معرض إن شاء الله. طيب اليسع، يعني الناس برضو بتتكلم بأنه والله الفنون التشكيلية هي نعم فنون جميلة وعندها رسائل سامية ومن خلال نقوش معينة ممكن توصل أهداف كثيرة جدا، لكن بيقولوا أنه دورها ده أو رسائلها ما بتفهم بالساهل، يعني بتحتاج لترجمة أحيانا، بتحتاج لأنه تصل للناس من خلال إظهارها من مناطق مختلفة. نعم، هي فعلا دي حقيقة. الفنون صراحة هي بتلعب دور كبير في الحياة، هي باعتباره فن صامت، الإنسان بيحاول يترجم الحياة دي من خلال نظرته، يعني اللوحة بتعاين لها بتفهم من خلال القضية أو الموضوع المطروح عبره. وكذلك يعني التمثيل والشعر ده ممكن يكون شوية أسهل، كذلك القناة ممكن يكون أسهل، لكن الفنون هي فعلا شوي كده صعب إن تصل للناس، لكن إذا وصلت القضية تكون رسالتها بشكل بصورة أفضل. طيب برضو الكلام بيكون حوله إنه التحديات، يعني عشان أنا ما أوصل للناس رسالة من خلال الفن التشكيلي بتواجهني تحديات كثيرة جدا، منها الكلام اللي قلنا قبل شوي إنه ما بالسهل إنها تصل للناس، لكن في تحديات تانية في المعارض، في التحديات في إنه الرسالة ذاتها تصل من خلال مناطق مختلفة لثقافات مختلفة وما شابه. التحديات شنو الكبيرة اللي بتواجه الفنون التشكيلية؟ هي صراحة ممكن نقول من ناحية ثقافية شوية كده نحن يعني صرنا بعيدين في الحقيقة عنها، لكن يعني نحن من خلال المعارض دي بنحاول نقرب المجتمع تاني، يعيد المجتمع يرجع لطور الفنون، يرجع للمعارض، يرجع للثقافة، نولد الثقافة دي من أول جديد في المجتمع بالأخص في الأجيال الناشئة. وإن شاء الله يعني مستقبلا الصورة تكون إن شاء الله. طيب في العالم كله بنشوف الفنون التشكيلية أحيانا تكون عندها معارض دورية ومعارض بأزمان محددة. نعم. بتواريخ محددة، بتجوها السياح، بتجوها الناس. نعم. بأشكال محددة. هل أنتوا قدرتوا لحد الآن إنه مثلا في مجموعة جالارينا، نعم، تطبيق عليكم يعني قدرتوا إنه تحددوا موعد معين لمعارض معينة منظمة بتاريخ معين؟ نعم، في الحقيقة نعم، وهذا المعرض واحد من المعارض المنظمة بتاريخ ثابت في فترات معينة، وفي الحقيقة كل معارضنا عندها فترات، يعني مقسمين المعارض لفترات اللي هي في أول السنة، ربع سنوي، نصف سنوي،
وكذلك كذلك نفس الترتيب معارض ثابتة تتخلل بعض المعارض لكن هي دي المعارض الرئيسية الأربعة الثابتة في السعر. طيب التشكيليين دورهم شنو برضو في المعارض دي بخلاف الرسومات بخلاف اللوحات اللي بيقدموها الدور الإداري أو الدور المجتمع الآخر اللي بيلعبوه؟ بيلعب دور كبير يعني هم قبل قليل طرحت لي إنه ممكن فكرة اللوحة شوية تكون صعبة صحيح. هم بيلعبوا في الدور ده هم بيكونوا قريبين من الزوار بيشرحوا لهم القضية بيشرحوا لهم الفكرة بيشرحوا لهم اللوحة من خلال المعلومة بتصل بصورة أفضل أكيد هو صاحب اللوحة أكيد هو الأدرى. طيب بتاعك. عندكم مجموعات تانية غير مجموعة جالرينا معاكم مشاركين في المعارض دي؟ نعم في مجموعتين هي في مجموعة مختصة بالتصوير هي مجموعة فينيكس في مجموعة أخرى هي مختصة بالمنتجات الجلدية اسمها بلاك جرافت مجموعة برضو شبابية بتشتغل على الجلد يعني هي ده باعتباره كملت أعتقد إن هي كملت دور المجموعة منتجات جلدية مثلا زي جزارين الشنط الجزم يتم الرسم عليها يتم يعني تشكيلها عبر الفنانية تشكيلهم أو بشراكة كده مع المجموعة وكده. طيب الإعلام السوشيال ميديا الوسائل المختلفة الصحف الجرائد وكده تتواصلوا كيف مع الإعلام عشان ما تقدر تنشروا رسائلكم الجميلة اللي تقدموها؟ صراحة الإعلام عموما أي إن كان تلفاز أو إذاعة أو صحافة قريب مننا جدا ومو مقصرين يعني مقايمين لنا بالدور الممتاز اللي احنا طالبينه أو من خلاله ممكن نطرح قضايانا أو من خلاله ممكن يعني ندعو الناس عبره واقفين معنا وقفة جميلة يعني قادرين انه تستخدموا الوسائل الحديثه في تطويع اهدافكم واشياء. طيب خططكم شنو المستقبليه عاوزين تعملوا شنو لقدام يعني حالات قضايا مجتمعيه بالتاكيد بيكون عندها بعد لقدام مدى طويل عاوزين تعملوا شنو؟ هي صراحه يعني في خطط مستقبليه ممكن هي الاكبر خطه عشريه يعني خلال 10 سنه مما بدينا اللي بعد 10 سنه ان شاء الله عندنا خطه هدفنا انه الفنون في افريقيا معروفه انها تجمعاتها في مناطق معينه دارين نرجع الحاجه دي للسودان يعني ترجع لاصلها ترجع لبلد السودان بلد حضاره بلد ثقافات يعني هو ممكن تقول اصل حضاره في افريقيا بنحاول نعيد الحاجه الثاني ان شاء الله خلال 10 سنه المعارض اللي تقام في افريقيا كلها يكون سنتر هنا السودان ان شاء الله. طيب نرجع للموضوع بتاع القضايا المجتمعيه عندكم قضايا انتم قبل ذكرت لي مجموعه من الاشياء اللي شاركتوا في المساهمه في حلها نعم. ما بنقول انه في حل جذري لحد الان صعب أكيد. جدا لكن شاركتوا في حلها أكيد. عندكم اهداف لقضايا معينه مستهدفينها ولا هي اشياء موسميه بتظهر في كل فتره؟ صراحه بنحاول نشوف القضيه المطروحه في الموسم يعني مثلا تظهر قضيه في فتره معينه بنحاول نطرحها نوصل او نسلط الضوء عليها من خلال المعارض ما بصورة مرتبة كده ممكن تقول لكن على حسب الموسم أو على حسب القضية الظاهرة في الفترة. أستاذ اليسع محمد الحسن رئيس مجموعة جالرينا الفنون شاكر لك جدا صراحة والحديث حول دور الفن التشكيلي في حل حالة القضايا المجتمعية المختلفة شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. نحن برضو بنرحب بأبو هريرة حسن معانا في هذا الصباح في المقطوعات الموسيقية. أبو هريرة صباح النور عليك والناس متشوقة إن تسمع الساكسفون في الصباح ده وحسمعنا شنو نخلي المساحة الجاية معك تفضل